كريم، لاكتشاف كتاب جديد ضمن عالم الإصدارات مع طارق مغنم في هذه القراءة، ثم نعود. صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب سياسة الأحزاب والدين والمرأة في القيادة لبنان من منظور مقارن للدكتورة فاطمة سبيتي قاسم، ويقع الكتاب في 400 صفحة. خلال ما عرف بالانتفاضات العربية عام 2011، وقفت المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل، لكنها غيبت عن المشهد السياسي بسرعة مع اكتساب الإسلاميين قوة انتخابية. يناقش الكتاب الذي بين أيدينا تأثير وصول الإسلاميين والسلفيين إلى السلطة في حق المرأة القانوني بالمشاركة في القيادة وفي صنع القرار وفي إدارة الحكم وفي إعادة بناء الدول نحو الديمقراطية. وفي هذا السياق تطرح المؤلفة ما تسميه نظرية التنوع في درجة التدين الحزبي، في محاولة لتفسير المشكلات التي تواجهها المرأة في القيادة، ولا سيما بعد الإحباطات التي أصيبت بها المرأة العربية عقب الانتخابات التي جرت في مصر، تونس، واليمن، وليبيا. وتخلص المؤلفة إلى نتيجة عامة مفادها أنه كلما تتزايد درجة التدين الحزبي تتقهقر حصة المرأة في القيادة، وتؤكد أن هذه النظرية عابرة للحدود وقابلة للتعميم، وتمتلك قوة التفسير والتنبؤ، خصوصا لجهة تحليل الأسباب التي تجعل الإسلام السياسي يمثل تهديدا لحقوق المرأة في إطار إصلاح البلدان العربية وإحلال الديمقراطية فيها.